وتنضم معنا عبر الهاتف من لندن الدكتورة انتصار العبادي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان والباحثة في أمراض السرطانات والتشوهات في العراق. أهلا ومرحبا بك دكتورة. بداية، لجنة الصحة النيابية تتحدث عن 24 ألف إصابة بمرض السرطان منذ عام 1990 حتى العام الماضي. من المسؤول عن هذه الأرقام المخيفة من الإصابات بالسرطان في العراق؟ نعم، أهلا وسهلا. الأسلحة اللي استعملت بالعراق من قبل التحالف بقيادة أمريكا وبريطانيا قائمة طويلة. الأسلحة اللي استخدمت بالإضافة إلى الأسلحة التجريبية، اليورانيوم المنظم، القنابل العنقودية النيوترونية الحرارية، فسفور الأبيض، بالإضافة إلى 19 ألف قنبلة ذكية وحوالي 9 آلاف قنبلة غبية. رصدت هذه التقارير، رصدت بحوث عراقية ودولية. هذه كانت التقارير تشكل نقطة انطلاق لمحاكمة الدول التي قامت واستخدمت هذه الأسلحة. الأسلحة والملوثات السامة التي تنتج عن حق النفايات في القواعد الأمريكية، والتي تسببت بالتلوث البيئي الهائل في العراق. ونتيجة هذا التلوث البيئي أصبحت أعلى نسبة بالسرطانات في العراق، والتشوهات الخلقية أيضا ازدادت بالعراق في المنطقة العربية. إذا ما قارنا الأردن والسعودية والكويت وغيرها. طيب، طبعا الجانب البريطاني والامريكي يرفض مسؤوليته عن هذا التلوث ونسبه السرطانات في المقابل. ولكن خليني اقول لك ماذا اظهرت النتائج. هناك خبر ناقلته اجهزه الاعلام البريطانيه مفاده تبني الكونغرس الامريكي مطالبات الجنود بالتعويضات الماديه والرعايه الصحيه الذين قاتلوا بالعراق وافغانستان واصيبوا بالامراض جراء التلوث الناتج عن حرق النفايات في القواعد الأمريكية. ثانيا، وفاة ابن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق الذي كان ضمن قوات الاحتلال بالعراق أصيب فيما بعد بسرطان دماغ من النوع النادر. قال جو بايدن في مقابلة تلفزيونية مع قناة أمريكية بأنه يعتقد أن السموم الموجودة في الدخان الناتج عن حرق النفايات في المنشآت العسكرية الأمريكية في العراق يمكن أن تلعب دورا مهما في التسبب في سرطانات قدامى المحاربين. دكتورة، بالكلام عن هذا الأمر، الإدارة الأمريكية اعترفت أيضا أنها قامت باستخدام مادة الفسفور الأبيض التي حرمها القانون الدولي في حرب الفلوجة عام 2004. إلى أي مدى سينعكس هذا الأمر على أوضاع المصابين بالأمراض التي تسببها هذه المواد؟ وأيضا، هل ستتحمل واشنطن قانونيا دفع تعويضات للعائلات التي تأثرت بمادة الفسفور المحرمة؟ هنا يجي دور الحكومة. ماذا احنا الضحايا من قبل الجنود الامريكان اللي يعتبروهم ضحايا هاي الحروب بيطالبون بحقوقهم. احنا اذا ما رجعنا الى ضحايا العراقيين، من هو المسؤول عن اخذ حقوقهم؟ الحكومه العراقيه. ولكن هناك تحكيم حكومي شامل يتغذى على الفساد الامريكي العراقي المشترك الذي لا يستطيع ان يمشي خطوه واحده نحو ابسط الاشياء وهي ردم النفايات. هناك ابحاث للدكتوره سعاد العزاوي اللي قامت ب 12 بحث واجرت بأنه هناك مكانات معينة يمكن بها ردم هذه النفايات والتخلص منها، لأنه كلما هبت رياح من الصحراء إلى تنشط هذه الدورة وتعيد دورة بأنه انتشار الأمراض من جديد إلى الجزء الآخر. فالحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة
عن هذه الأوضاع التي تحدث الآن بالعراق. إذن كيف تعلقين عما حصل في مدينة الموصل في حزيران عام 2017 إذ لم تعترض الحكومة في بغداد عن استخدام التحالف الدولي مادة الفسفور الأبيض؟ وهي أيضا يعني السؤال الذي يطرح، هل لم تكن تعرف الخطر الذي سيحصل على أهالي الموصل وأهالي المنطقة والعراقيين بشكل عام؟ ألم يكن عليها أن تضع أولويات صحة العراقيين في المقام الأول أم لا؟ يعني إحنا هذا المجال إذا نناقش الحكومة العراقية ما هي إلا أداة وأدوات من أدوات أمريكا. أمريكا لا تريد أن ترفع هذه القضية وتبينها للرأي العام بأنه هناك إصابات وهناك تلوث بيئي في العراق، لأنه هي العامل التي أحدثت هذا الشيء. الحكومة العراقية يا أخي ما إلها، ليس لها دور في هذا المكان. إحنا ما زلنا محتلين، إحنا لا نستطيع أن نقوم بأي خطوة من الخطوات، كلها باستشارة أمريكية، وكل العراقيين يعرفون في الوزارات هناك مستشارين أمريكيين وبريطانيين. لا يستطيع العراقي البحث يريد أن يطبق أو يجهض بدون موافقة المستشار البريطاني. دكتورة، وزارة البيئة تتحدث عن وجود 300 موقع ملوث بالإشعاعات السامة في العراق، برأيكم ماذا عن مستقبل العراق إذا بقيت هذه المواقع؟ والله إحنا بالنسبة للحكومة العراقية، إحنا ما نسميها الحكومة العراقية وإنما هي أداة من أدوات الأمريكان. يعني بالنسبة إن إحنا الآن الناشد الدول المحيطة اللي هي الدول الخليجية، دول الكويت أو السعودية أو دول الإمارات، لأنه كل البحوث التي أجريت هنا في بريطانيا أثبتت بأنه كل الدول المحيطة بالعراق هي تتعرض إلى هذا التلوث والذي يتسبب في كثير من حالات الإصابات. وهنا أيضا ترى دول الخليج هم تعتم على هذا الشيء، لأن هناك كثير من المرضى من الكويت والسعودية يأتون إلى بريطانيا للمعالجة من هذه الحالات. معنا كانت عبر الهاتف من لندن الدكتورة انتصار العبادي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان والباحثة بأمراض السرطان والتشوهات في العراق.